وكالعادة بنبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء. خلال اللقاء تم استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان، ده من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، حيث أعرب رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان، خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حالياً في مجال الطاقة. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج 9.5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائي. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، والذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية، وترسيخاً لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها. يعني إذن إحنا أمام مشروع جاد للربط الكهربائي لأوروبا من خلال اليونان. كمان امبارح كان في موضوعات وأخبار كتيرة جدا، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء لمتابعة خطط تطوير سوق الأوراق المالية المصرية، وكمان متابعة تنفيذ الحملة الترويجية العالمية للسياحة في مصر، ده بالإضافة لتفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معهد المهندسين العسكريين وتنظيم القوات المسلحة لاحتفالية لتخريج دفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية واستعراض خطط تطوير وتنمية السوق. وقال الدكتور مدبولي إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية هو من أولويات عمل الحكومة خلال الفترة اللي جاية، وده في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي اللي بتتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل ل 65%. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، وأكد رئيس الوزراء على إن الحكومة مهتمة بشكل كبير بقطاع الصناعة وبتوفر الدعم الكامل له، وإنه في تكليف واضح بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع ومتابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي ACI.
برضه امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وقال رئيس الوزراء إن قطاع الإنتاج الحربي عنده إمكانيات كبيرة وفرص واسعة يجب استغلالها خلال المرحلة الحالية، وده لتعظيم مقاومات وإمكانات التصنيع في عدة قطاعات. كمان امبارح عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، وقال إن مصر عندها فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، وقال كمان إن الدولة مستعدة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر. برضه امبارح زار الدكتور مصطفى مدبولي مستشفى العالمين النموذجي بمدينة العالمين، وقام بافتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكمان تفقد الأقسام العلاجية والجراحية بيها للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي تم تداولها بخصوص هدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. المركز قال إنه الكلام ده مش صحيح وما صدرش أي قرار بهذا الشأن، ومسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم زي ما هو بدون هدم، ودلوقتي بيتم تجهيز المسرح استعداداً لانطلاق الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة في نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وده في إطار المتابعة الدورية والمستمرة اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. كمان امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالية لتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، واللي بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير واجتماع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، الحقيقة هذا الاجتماع تناول موضوعات مختلفة وكلها موضوعات في غاية الأهمية، لكن لو هتكلم تحديدا عن السياحة، قطاع السياحة، مصر خصها الله الحقيقة بموقع جغرافي يعني فريد من نوعه، كل أنواع السياحة موجودة عندنا، سياحة ثقافية، سياحة علاجية، سياحة بيئية، سياحة شاطئية، كل سياحة أنواع دينية. سياحة دينية طبعا بكل تأكيد، يعني الحقيقة فعلا ما فيش ممكن نقول إنه فيش قطاع من قطاعات أو نوع من أنواع السياحة مش صحيح. موجود عندنا في مصر، لكن إحنا كان بيواجهنا مشكلتين. أول مشكلة هو الترويج عالميا للمقاصد السياحية المصرية، والمشكلة الثانية سلوكنا إحنا مع السائحين. خلينا نتكلم تحديدا على تنفيذ خطة ترويجية عالمية للمقاصد السياحية المصرية، وده اللي اتكلم فيه وتابعه تحديدا دكتور مصطفى مدبولي. الحقيقة إحنا في حاجة لهذه الخطة، ليه؟ لأنه يمكن في ناس كتير جدا من بره ما يعرفوش إيه اللي موجود في مصر تحديدا، فاهمين إن لسه مصر مجرد أهرامات، مجرد معابد، ودي مش حاجة قليلة طبعا، دي الهوية المصرية اللي مش موجودة في أي حتة في العالم، تلت أثار العالم موجودة عندنا، أو عفوا موجود في الأقصر فقط، احنا بنتكلم على يعني دي، لكن دي حاجة يعني ده نوع واحد من أنواع السياحة. محتاجين الناس تعرف أكتر برا، العالم كله يعرف أكتر مصر دلوقتي بقى فيها إيه، لأنه مصر كمان اختلفت، ما بقيناش حتى زي الأول، مصر فعلا اختلفت كتير، خدمات كتير جدا بقت متوفرة. انت جيتي لي بس على الجرح في حتة إن هي مصر بقت أهرامات، أو ناس تعرف إن مصر أهرامات. أنا شفت ده بعيني في أول نسخة من منتديات شباب العالم مع مجموعة من الأجانب وتحديدا أمريكان، كانوا موجودين في المنتدى لحضوره. بالمناسبة احنا هنا يعني بنشكر القائمين على المنتدى، لان هم قدروا فعلا اللي هم يغيروا، ودي كانت من بداية الخطة للترويج لمصر واللي بيحصل في مصر. لقيتهم بيقولوا لي احنا منبهرين باللي بيحصل عندكم، احنا كنا فاكرين ان مصر عبارة عن جمل وصحراء وهرم،
صحيح. والله ده حصل صحيح. او يعني كانوا فاكرين هي الحياه هنا حياه بدائيه صحيح. يعني الناس مش عارفه او يمكن العالم مش عارفين مصر فعلا بقى فيها ايه دلوقتي. مصر فيها دلوقتي احنا بنتكلم حتى على المحافظات بقى في متاحف في معظم المحافظات بقينا دايما بنشوف حتى اكتشافات اثريه بنسمع عنها كل يوم. متحف جديد في شرم الشيخ، متحف جديد في الغردقه، متحف في مطار القاهره، متاحف كتيره جدا. ده غير بقى السياحه الشاطئيه، عندك بحر ابيض بحر احمر، ده غير النيل. يعني هنقول ايه ولا ايه؟ فاحنا بالفعل محتاجين طبعا اكيد اكيد يعني احنا بنتكلم بعد كده على البحر الابيض المتوسط. فاحنا قايمين بدورنا لكن محتاجين نروج لده بره. نيجي بقى للنقطه الثانيه وهي سلوكنا احنا. لما يجي سائح من بره يلاقي انه في قمامه في الشوارع، يلاقي ان في عشوائيه في السواقه، يلاقي انه في تعليقات في الشارع على سائحه ماشيه باي شكل من الاشكال. وللاسف شفنا ده في فيديوهات موثقه، يعني حاجه تكسف ده غير بقى الباعه اللي بيكونوا موجودين. عشان انا في حاجه من الحاجات اللي بتعصبني برضو، ان انت تبقي ماشيه بالعربيه وتلاقي واحد بيرمي كوبايه من ازاز العربيه، بيرمي كيس وليكن اي حاجه من ازاز العربيه. ما هو هو ده السلوك اللي بيؤدي للتجمع. هتعمل كده؟ اعتقد مش هتعمل كده. ولو انت في بيتك مراتك هتسيبك تعمل كده؟ لا اعتقد هو مش هتعمل كده. مش سيبك بقى من بيته، هو ما بيرميهاش في عربيته. الشارع ده بيبقى كده، هو بيرمي في الشارع عشان ما يرميهاش في عربيته. الشارع ده ملكيه عامه. يعني لو احنا بنتكلم حد تاني، لا اتباعا لمبدا النظافه يعني، فهو صحيح. اكيد مش هيرمي في عربيته، اكيد ما يرميش في الشارع. ممكن نخلي كيس في العربيه نرمي فيه الحاجه واخر اليوم نرميها في يعني في مكان مخصص لجمع القمامه وما الى ذلك. فكره حتى انه احنا نضايق الناس في الشارع، بلاش دي. لما تروح مكان مثلا سياحي تلاقي مثلا حد بيشتري حاجه، تلاقي الناس كلها اتلمت عليه. في الاهرامات فجاه تلاقي الناس كلها ممكن الباعه او حتى بيروجوا لفكره ركوب الخيل او تلاقي كلهم فجاه اتجمعوا عليك، ما تبقاش عارف يعني احنا نفسنا بنتخض. صحيح. فتخيل حد بقى كمان من بره. فاحنا ده بدا يتغير برضه، يعني بدا يتغير في الاهرامات كتير. المنطقه دي كلها ابتدت اللي هي تتغير، بدا يتغير طبعا، وهتتغير خالص بعد تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وربط الممشى السياحي ما بين المتحف المصري الكبير والهرم. لان انت لو رحتي دلوقتي، انا رحت هناك من قريب، كنت فخور باللي بيحصل هناك. شوف مهما عملت كل المناظر المسيئه اللي كانت موجوده في الماضي، هقول لك بنسبه 60% راحت. يعني انا معاك طبعا ان في تغير. لما كنت بتدخلي هناك كان 50 واحد عاوز يبيع لك حاجه بالاقراء. لا انا معاك طبعا، في تغير ده مما لا شك فيه، اكيد في تغير. ولكن مهما عملنا مشروعات يا عبد الصمد، بيبقى سلوكنا احنا لازم نتغير. مهما الدوله عملت مشروعات، احنا اللي لازم نبقى صوره مشرفه لمصر. بمناسبه المشروعات، اجتماع تاني من احنا اتكلمنا على الاجتماع مع دوله رئيس الوزراء الخاص بالسياحه، لكن في ملف اخر لا يقل اهميه وده لازم برضو نقف عنده ونتكلم فيه، وهو فكره الاجتماع مع وزير الماليه ووزير الصناعه تحديدا، علشان اجتماع خاص بقطاع الصناعه وتوفير مستلزمات الانتاج. ودي برضو حاجة في غاية الأهمية، علشان إحنا عمرنا ما هنطلع خطوة لقدام غير لما يبقى عندنا إنتاج، والإنتاج ده مش هيجي غير بالصناعة. لازم نكون، وإحنا شايفين الأزمة الروسية الأوكرانية وشايفين اللي حصل فيها، البقاء بيظل للدول اللي هي عندها إنتاج، الدول المصنعة مش الدول المستهلكة اللي بتعتمد على الاستيراد من الخارج. لا، إحنا النهاردة أصبح عشان كده في توجيهات رئاسية، وفي الحقيقة مش موجودة من النهاردة، توجيهات دي موجودة يا جمانة لو رجعت كده شوية بالتاريخ هتلاقيها منذ تولي السيد الرئيس، وهو يعني فعلا عنده توجيهات أقول لك صارمة وحازمة جدا في فكرة إعادة المصانع وتدوير على عجلة الإنتاج مرة تانية. ويمكن ده كان بعد عن فكرة الدول التي تملك يعني تملك مصيرها وتملك قوتها. من يمتلك قوت يومه ويمتلك قراره، هي دي الفكرة. من يزرع بفأسه يحكم برأسه طبعا. وهي دي، وده اللي احنا شفناه في المشروعات الكبيرة جدا الزراعية، وبنتكلم على مشروعات صناعية. يمكن في وقت من الأوقات كان في مشروعات قومية كبرى صناعية، كان الهدف الرئيسي من وجود هذه المشروعات هو فكرة تحريك عجلة الإنتاج، وأن الدولة تحملت يعني مسؤولية إقامة هذه المشروعات علشان خاطر يكون في عندنا إنتاج. وهو ده اللي قدرنا نواجه بيه الأزمات المختلفة. في مثلا شفنا بركة غليون وإزاي قدرنا اللي احنا نحقق منها نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي في الأسماك، وبقت الأسماك متوفرة. شفنا مصانع جيبتو فارم اللي قدرنا من خلالها اللي احنا برضو ندور عجلة الإنتاج ونحقق استفادة ونعظم الاستفادة من مواردنا. بقت القمح بيجي يدخل هنا في المصنع، أكتر من 7 أو 8 مصانع. لكن النهاردة أنت بتكلمي على توفير مستلزمات الإنتاج
للمصانع بقى والقطاع الخاص، ولابد ده وفكره الافراج الجمركي اللي الدوله شغاله فيه. يعني بقى لنا دلوقتي بنتكلم في 4 أيام تحديدا. هي حاله، هي خطوات ثابته الحقيقه، احنا يعني مصر تسير عليها ولسه مستنيين طبعا يعني المزيد. زي ما دايما بنقول كده، الطمع في الخير حلوة. على أي حال خلينا نروح بقى كمان لأخبار محافظاتنا. معنا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح، أبرزها بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى وتنفيذ 1556 مشروع باستثمارات 45 مليار جنيه ضمن حياة كريمة في سوهاج، أيضا تحليق 17 رحلة بالون طائر في الأقصر، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها بدء التشغيل التجريبي لخطوط التشغيل الكورية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، وده بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومندوب الشركة الكورية. في سوهاج قال المحافظ اللواء طارق الفقي إن إجمالي عدد المشروعات المدرجة ضمن خطة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بالمحافظة 1556 مشروع في 21 قطاع خدمي مختلف. تكلفة المشروعات دي بتوصل ل 45 مليار جنيه موزعة على 181 قرية في 7 مراكز بنطاق المحافظة. في الوادي الجديد تم الإعلان عن قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة بتكلفة تصل لحوالي 1 مليار جنيه. في الإسكندرية استقبل المحافظ اللواء محمد الشريف وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال اللقاء تم مناقشة خطة عمل المدينة الخضراء بالإسكندرية وبحث إمكانية تفعيلها خلال الأشهر القادمة. في شمال سيناء أعلنت مديرية الشباب والرياضة إقامة فعاليات اللقاء التمهيدي لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ونفذت المديرية برلمان الطلائع في مركز شباب العريش بعنوان ما بعد كوب 27 التغيرات المناخية التكيف والتأثير. في أسوان قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بتوزيع مساعدات مالية ل50 من مرضى الفشل الكلوي بمبالغ إجمالية وصلت ل100,000 جنيه. المساعدات دي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. في المنوفية قال المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون إن فرص العمل اللي وفرها مشروعك خلال شهر أغسطس اللي فات بلغت 53 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 37 مشروع بتمويل 10,573,000 جنيه. في الأقصر شهدت رحلات البالون الطائر غرب المحافظة إقبال كبير، وحلق في سماء المحافظة 17 رحلة بالون على متنها حوالي 340 سائح مصري وأجنبي من حول العالم. في البحيرة أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بدء تشغيل وحدة إذابة الجلطة الدماغية وبدء تشغيل قسم العناية المتوسطة بمستشفى رشيد بسعة 15 سرير لتقديم أفضل رعاية طبية متميزة للمرضى، وده من خلال المشاركة المجتمعية. في بورسعيد تم الإعلان عن بدء العمل في رفع كفاءة وتطوير منطقة الصفوة بالكامل بحي الزهور، وده في إطار أعمال التطوير اللي بيشهدها حي الزهور بالكامل لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.